السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع ومرحبا بكم مرة أخرى مع درس قواعد اللغة الإنجليزية من كتاب Understanding and Using English Grammar. الكتاب من إبداع بتيزار تقديم مسلم طبي. النهاردة الدرس الخامس والأخير في الفصل الثامن عشر، مبروك علينا. النهاردة نتعلم استخدام upon أو upon مع الفعل في ING in modifying adverbial phrases. عرفنا إن adverbial phrases بيستخدموا to modify the subject in the first or in the main clause في الجملة اللي بعدها، تمام. فلما نقول سيب لما نقول جدول الشرح، النهارده هنتعلم استخدام upon ونعرف انها بتساوي when، هنعرف معناها ايه والجمله ممكن نغير فيها ايه تاني. ده درسنا النهارده. كالعاده دعمك المباشر لايك شير سبسكرايب على زر الجرس، ما تنساش الاشعار فوق في كل حلقات الكتاب من اول درس لاخر درس باذن الله سبحانه وتعالى. وصف الفيديو موجود فيه رابط تحميل الكتاب وروابط للسلاسل الاخرى لو حبيت تطلع عليها. نبدا درسنا النهارده، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مرة تانية. قبل ما نروح للمثال الأولاني A، خلينا نبدأ ب B، هتسهل علينا أكتر لأن ديت نقطة وصل مع درس سابق. When I reached the age of 21 I received my inheritance. الجملة عادية خالص، ماضي بسيط ماضي بسيط. When I reached، عندما أو عند وصولي أو عند بلوغي سن ال 21 I received my inheritance، أنا استلمت او اخذت ميراث. طيب بيقول لك ممكن بدل when I reached، when I reached جملة عادية صح، لو احنا خلينا الجملة دي reduction تبع اللي احنا درسناه هنحذف ال I و reached هتبقى reaching صح، يبقى when reaching، when reaching the age of 21 I received my inheritance صح كده، تمام. قال لك بيساوي كلمة when في الوضع ده او في الحالة دي كلمة upon اللي بمعنى عند، فممكن نقول upon reaching the age of 21 عند بلوغ سن ال 21 I received my inheritance. يبقى انا بقول لك هنا ان when reaching بتساوي upon reaching بتساوي when I reached. طب هو في upon I reached؟ لا مفيش دي، تمام. طب بيقول لك ان ايه modifying adverbial phrase begin with upon plus ing اللي هو جايه جاهزه، جايه متصغره جاهزه اساسا، مش من حاجه. قال لك usually have the same meaning as adverb clause introduced by when، نفس الجمله الظرفيه اللي بتبدا ب when هي اللي بتبدا ب upon وفعل في ing. فبيقول لك a and b have the same meaning، ولو عايز تحط لهم كمان when reaching ماشيها معاهم تبقى زي الفل، تمام. قالك on reaching the age of 21 ايه on؟ on تصغير من upon عادي، وهتبقى عند برضو، هي مش on على، خلاها هنا عند. on reaching on وجاي بعدها فعل في ing يبقى بتساوي when كذا، فهو تصغير on. on reaching the age of 21 I received my inheritance عند بلوغي برضو نفس المعنى سن ال 21 وصل استلمت ميراث. بقول لك upon can be shortened، ممكن تصغيرها كمان to on. A B and C all have the same meaning. خلص درسنا النهارده، واتمنى ما يكونش صعب. قبل ما نمشي خلينا كده نحول كم مثال، عندك رقم 2 ورقم 3، سيبك من اللي تحت خلينا في اللي فوق. فشوف كده رقم 1 بيقول لك ايه. When Tom saw his wife and child get off the airplane he broke into a big smile كده يعني. فهنشيل when نحط upon. فwhen Tom saw هنجيب الverb ونخليه ing يبقى upon، يبقى نفس الفكرة بنحذف الفاعل ونجيب الفعل في ing. upon seeing his wife and child get off the airplane comma he، ما تنفعش لازم تجيب اسم الشخص اللي هيقعد عليه عشان ما نقعش في خطأ الأولين اللي قلنا عليه في أول درس خالص اللي هو dangling modifiers لو انتوا فاكرين. Tom broke into a big smile، يبقى كل اللي غيرناه حذفنا when، اخدنا Tom، ولازم اعلم تاني Tom، وغيرناها مكان اللي هي see
سي اتغيرت الى سين فابو سين. طيب دلوقتي when Tina crossed the marathon finish line عندما عبرت او عند عبور تينا خط النهاية في سباق الماراثون she fell in exhaustion تعبت ارهقت. سهلة جدا عايزين نستخدم ابوني ابطال وقف جاوب سهل خالص انا هبدأ اجاوب دلوقتي يبقى اقول upon crossing the marathon finish line Tina fell in exhaustion تمام. وممكن نقول on crossing the marathon finish line Tina fell in exhaustion. الأخيرة عليك انت يا بطل when I looked into my wallet عندما نظرت الى محفظتي I discovered I didn't have enough money to pay my restroom bill. يا سلام علي يا ولا اشوف المحفظة ما لقيتش معايا فلوس تكفي فلوس المطعم. يا سلام مشكلة. طبعا هنحط upon بدل when هنحذف الاي والwhen ولوكت هتبقى looking يبقى نقول upon looking in my wall I discovered I didn't كذا كذا كذا. ممكن نقول on looking in my wallet I discovered. شكرا لدرس النهاردة ومبروك علينا خلصنا الفصل الثامن عشر على خير. باقي فصلين رسميا التاسع عشر والعشرون وشوية دروس تكميلية كده في الآخر مهمين برضو لازم نشرحهم. سعيد جدا بالإنجاز حتى الآن. يعطيكم ألف عافية بارك الله فيكم. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.